وحيلت بعد ذلك الى الوزير علي علاوي، علي علاوي متهم بها هو، يعني هو الوزير علي علاوي متهم مع مدير مصرف الرافدين السابق، مع اثنين من المستشارين اللي كانوا يعملون وياه، حسين قنبر اغا وعلي قنبر اغا، مع اثنين من المتعاقدين وياه اللي جابوا وياه من لندن اللي هم بيت محسن حسون اللي هم عندهم جنسيه كويتيه. القضيه هي مو قضيه انه انا ما لي علاقه وهاي اموال عامه، هي مو هيجي، هاي اموال مال دوله، اموال هاي تاخذها وزاره تاخذها الضريبه، دائره الضريبه ضمان لحسن تنفيذ المشروع. اذا المشروع ما تنفذ زين من هاي الاموال، اذا بيعطب بيعطب وكذا، اذا ما راجع عليها المقاول تحتسب اراده للدوله. يقول ما انت مو شلون مو كيف نور زهير.